سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه وليداتكم والديكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قولي لي وما بنتي عاوتاني غتقول لكم. سلام فنات الغزالات، دابا جبنا معنا واحد الوصفه فنه واعره. يلا جيبوا معنا اختبارات ولايك واشتركوا في القناه اجيو في القناه مع عبد الله. سمعتوها؟ قالت لكم اشتركوا في القناه واجيو في القناه. يلا بلا ما نطولوا عليهم، اطفالكم زوينين. يلا يلا نبداو على بركه الله. هاد الوصفه كيراتين الشعر، وصفه خطيره والله، تا خطيره هذه، مجربه 100% تنستعملها لشعري. مكوناتها ساهلين، ويمكن لك تحوليهم لا ما عندك شي مكون يمكن لك تزيدي بالنسبه للزيوت، اما بهذا بالنسبه لهذا المكون ما يمكن لكش تبدلي لانه هو الرئيسي. قولي دغيا راه نتعطلوا عليهم ونطولوا عليهم فيديو. هذا الزيت مع الثومه. لا ماشي ديال الثومه هذا، خلي تا سمعيني تنقول لهم باش تعرفي ديالاش تانتيا، هذا ماشي ديال الثومه ماما. المهم المكونات بلا ما نطول عليكم، الصبار، صبار يطلق ديال الهنديه ديالنا، تين الشوكي هذا، ها هو شو كيطلق الجيل ديالو. هذا الصبار يكون عنده هاد الجيل، تيكون عنده الجيل، يكون عنده الجيل. وهذاك مالك ضربتي صبعك يا ماما؟ احسافي عندك. المهم الصبار غير بشويه، راه قلت لك ردي البال. الصبار جيل الوفيرا لا كاين ديروه، لا ما كاينش ديروه، غير الصبار ديالنا المغربي ديال الهنديه. خطير هذا، خطير هذا، الشابوان وكلشي. المكون الثاني زيت الكوك ولا زيت زوج الهند، الكوك 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 خطير، ترطب الشعر اللي باغا ترطب الشعر بيك، غير يكون حر ما يكونش مزور، خذوه من الفرماسيه اللي يمشي مصدر يكون موثوق. هنايا عندي معلقه زيت اللوز ومعلقه الزنجلان، زيت الزنجلان، معلقه زيت اللوز ومعلقه الزنجلان. قولي لهم يتشرى من بلاصه الجوز الهندي، يتشرى هذا من بلاصه الجوز الهندي. نديروا الطريقه لو الفرماسيان، نوريهم الطريقه. غنشدوا هذا، انا تنطحنوه هنا باش يولي بحال الكريم. شدوا مطحنه تشدوه، شتي كيطلق الجيل ديالو، هذيك الجيل ديروها لوجهكم. انا تنستعمل هذا، ها هتشوفوا داير هكا لانني عندي كونتيتي كبيره وتنديرو في المجمد، تنستعملو تنجيب بزاف وتنقشر له الشوك وكلشي وتنستعملو. دابا هذا غنديرو شعري، وهذا غندير به ماسك للوجه. انا دابا نوريكم الماسك، تدخلوا القناه وتشوفوا الماسك اللي غندير بهذا الماء ديالو. نطحنوا هذا تيولي كريمي. ها شتي كي تيولي؟ ها ولا كريمي ولا دابا غنزيدو عليه الزيوت وغنطحنها معاهم باش يتميكسا كلشي. هنا كيما قلت لك بلاتي يا صوفيا نذكر لهم باش يعقلوا، راه الناس خصهم يسمعوا المقادير ياك بنيتي. معلقه الزيت ديال الزنجلان، معلقه زيت اللوز الحلو، الزنجلان واللوز الحلو. اوبلا او زيت الكوك، هاك ديري، انا نعطيك المعلقه باش ما تكبيش اكثر من القياس. يلا ديري اوبلا، عمريها وكبيها، برافو. معلقة وحدة، معلقة معلقة، هي ثلاثة معالق الزيت، ما تحركيش هكا، غنميكسيوها بالمونينيكس باش يدخل داكشي مزيان. طاحت لك ويا ماشي مشكل، هزي يا ماما. اوبلا غنميكسيو عاوتاني. بحال معاه شويه، اريد داك لاكوياخ باش نصايب بها هكا باش نوريهم كي داير. ها بحال معاه، شوف شتي تيولي داير بحال معاه، ولا شتوه ثقيل بحال هكا دابا بزاف جاكم ثقيل، زيدوا هاد الماء، هاد الجيل الجيل ديالو نخلط.
ودابا نوريكم وصفه بهذا الجيل هذا اللي وجهه رائع، تتبيض وعتيه كي تترطب الوجه للتجاعيد. لصط لكم شويه ديروه في الفريغو باش ما يخسرليكمش، هذا ضروري خاصهم الفريغو. هوبلا، ها هو الخليط ديالنا جاهز. اريدك باش نوريهم باش يبان ليهم كيفاش تيولي. ها تيولي بحال الماسك، شتي؟ رائع، هذا خطير خطير خطير. اللي باغا ترطب الشعر وتيقوي الشعر، زيت اللوز، زيت الزنجلان، زيت اللوز، الصبر مهم الشعر. كيفاش غاتابليكيوها؟ تهزو من الماسك هكا، قربي شويه شعرك باش نوريهم. ها انت دابا تتشدو الشعر بحال هكا، تتبقاو تطبقوا الماسك ديالكم هاك هاك، شتي؟ هاك ها على الشعر كامل، هاك 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 شعرك كامل تطبقيه. ها شتي؟ تتبقاي تطبقيه طبقيه من الجدر وانتي تطبقيه الشعر كله، وتتخليه 30 دقيقه، نص ساعه كامله، اقل حاجه 4 ساعة، 15 دقيقة أقل حاجة. لا بغيتي النتيجة رائعة وترطيب رائع ويخرج لك شعرك مسبسب وحرير، خليه 15 دقيقة. حيدي البوندو باش ما توسخيش يا ماما، فهمتي؟ وهذا اللي عندها بنيتها شعرها حرش، دهنوا ليها وتخليه لها 30 دقيقة، وعاد تغسل ليها وداوموا ليها، ترجع لها الشعر رطب وحرير، الشعر الزغبة تتولي رطبة. زيت اللوز وزيت الزنجلان معروفين تيرطبوا وتيقويوا الشعر، وزيت الكوك راه بلا ما دخلوا للانترنيت ديروا جوجل، دابا كلشي ولا متوفر بلا ما قوي عليكم الهضرة، لا وادي في هادي ولا وادي في هادي، معروف كل حاجة معروفة. ديري جوجل زيت الزنجلان شنو فيه، زيت اللوز شنو فيه، هكا ويعطيكم الفوائد. وهاد الوصفة خطيره خطيره ومجربه ومعتمده عندي بزاف، تنستعملها بزاف. راه هاد الصبار هذا تنعمر انا الفريغو بزاف، تنجيبو من الباديه ونقيه ونقادو ونحطو. نتمنى تجربوا هاد لا غوسيت، وانا متاكده غتنفعكم بزاف، خاصه اللي شعرها شويه خشن. يلا ما تنساوش كما العاده دعموا القناه بالاشتراك باللايك. برافو صوفيا، الى اللقاء، خليت لكم الراحه حتى الموعد المقبل ان شاء الله.